السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة منح من كل العالم. قناة منح من كل العالم توفر جميع فرص التدريب وفرص التطوع كذلك، ومنح من جميع أنحاء العالم. كما ترون في قناتنا سوف تجدون جميع الفيديوهات متعلقة بمنحة في تركيا، في رومانيا، في ألمانيا وسويسرا، وكذلك بعض منح من جميع أنحاء العالم. المنحة التي سوف نقوم بتقديمها اليوم هي منحة من فرنسا، دولة فرنسا. الجهة المانحة لهذه المنحة هي جامعة باريس ساكالاي. المرحلة الدراسية ماجستير، للأسف لا توجد مرحلة البكالوريوس أو وكذلك الدكتوراه. بالنسبة للدولة المتاحة للتقديم، كل الدول العالم متاحة للتقديم في هذه الفرصة، وكذلك الدول العربية مثل مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، السودان واليمن وغيرها من الدول العربية الشقيقة. بالنسبة للتمويل، هو تمويل جد ممتاز، تبلغ قيمة المنحة 10,000 يورو سنويا، يتم دفعها من قبل جامعة باريس ساكالاي طوال العام الدراسي ولمدة 10 أشهر متتالية من شتنبر إلى يونيو. وهناك أيضا منحة قدرها 1,000 يورو كحد أقصى لمصاريف السفر والتأشيرة اعتمادا على البلد المرشح الأصلي. سيحصل الفائزون على المنحة الدراسية الخاصة به وكذلك نفقات السفر فقط عند وصولهم إلى فرنسا وبمجرد تسجيلهم في البرنامج الذي تم قبولهم فيه. يعني سوف يقومون بإعطاكم هذه المنحة فقط عند وصولكم إلى فرنسا، وبعد ذلك سوف يقومون بإعطاكم الأموال الخاصة بالمنحة. بالنسبة للتخصصات المتاحة في هذه المنحة، هناك الهندسة، العلوم، الزراعة والغذاء، البيئة، العلوم الرياضيات والعلوم الاجتماعية، وكذلك العلوم الإنسانية والقانون. بالنسبة لشروط المنحة، يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، يعني ابتداء من 18 سنة إلى 30 سنة يمكنهم التقديم على هذه المنحة. وللأسف الذي عمرهم 31 سنة إلى ما فوق لا يمكنهم التقديم على هذه الفرصة. وكذلك شهادة اللغة الإنجليزية ليست إجبارية، يعني هذه شيء جد ممتاز، يمكنكم التقديم على هذه المنحة بدون شهادة لغة إنجليزية. بالنسبة للأوراق المطلوبة، يجب عليك توفير شهادة تخرج وبيان الدرجات وآخر مؤهل دراسي حصلت عليه، وكذلك يجب عليك توفير خطاب نية motivation letter lettre de motivation، وكذلك 2 من خطابات التوصية، وتوفير سيرة ذاتية، وكذلك شهادة إثبات لغة إن وجد. إذا كانت لديك شهادة لغة يمكنك إرفاقها مع هذا الملف. بالنسبة لآخر موعد للتقديم على هذه الفرصة، آخر موعد للتقديم على هذه المنحة هو 16 ماي 2021، وموعد إعلان نتائج المنحة نهاية شهر يونيو 2021. الآن سوف نقوم بزيارة الموقع الرسمي للإعلان الرسمي للمنحة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذه المنحة. هنا سوف تجدون المعلومات المتعلقة بهذه المنحة، سوف نقوم باختيار الإنجليزية. هنا سوف تجدون جميع المعلومات المتعلقة بالتمويل وكذلك بالمجال وكذلك التخصصات. هنا سوف تجدون آخر موعد للتقديم هو 16 ماي، وكذلك إعلان النتائج سوف يكون في نهاية شهر يونيو. الآن سوف نذهب إلى الموقع للتقديم والضغط على قدم الآن للتقديم على هذه المنحة. هنا إذا كنت متقدم جديد ليس لديك أكاونت خاص بهذه المنحة، سوف نقوم بكرييت أكاونت بالضغط على هذه الأيقونة. هنا مكتوب علينا باللغة الفرنسية، يمكنكم الذهاب واختيار اللغة الإنجليزية إذا أحببتم. الآن سوف نقوم بالضغط على كرييت أكاونت، ذلك اختيار اللغة الإنجليزية. هنا يجب عليكم كتابة المعلومات الخاصة بكم، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، سنة الميلاد، الإيميل، إعادة الإيميل، وكذلك اختيار الباسورد خاص بكم وكتابة هذا الكود الذي هو في هذه الخانة، إعادة كتابته هنا، والضغط على هذه الأيقونة، وبعد ذلك تقومون بالضغط على ريجستر. وبعد الضغط على ريجستر سوف يقومون بإرسال لك لينك للتفعيل، سوف تذهب إلى الإيميل الخاص بك وسوف تضغط على هذا اللينك لتفعيل الأكاونت خاص بك. بعد ذلك، بعد الكرييت اكاونت الخاص بك والدخول الى الموقع، سوف تقوم بالذهاب الى نيو كانديداتور، سوف تقوم باختيار اللغه الانجليزيه، سوف تقوم بالذهاب الى هنا والضغط على نيو ابلكيشن.
هنا سوف تقوم باختيار الماستر، هنا فقط ماستر، هنا سوف تقوم باختيار البروغرام الذي تريد الدراسة فيه. هل تريد الأرشيف، بيزنس لو، كالكول، كيمستري، سيفل انجينيرينج؟ مثلا سوف أقوم باختيار مثلا بيزنس لو أو دغوا هيستوريك. سوف أقوم باختيار بيزنس لو مثلا. هنا سوف أقسم M1 أو M2. بالنسبة لـ M1 إذا كنت حاصل على شهادة البكالوريوس يعني شهادة الإجازة فيجب عليك اختيار الـ M1. إذا كنت حاصل على ماجستير في بلدك من الأحسن أن تقوم باختيار الـ M2 لأنك سوف تقوم بدراسة فقط العام آخر سنة من الماجستير وتقوم لقد ربحت سنة كاملة من التحضير لأن الماستر في فرنسا هو سنتين. وإذا كان لديك ماستر ماجستير في بلدك يمكنه فقط دراسة سنة واحدة واختيار M2. بالنسبة لي سوف أقوم باختيار M1 اللي هي فقط الإجازة يعني البكالوريوس سوف أختار بذلك. البروغرام سوف أختار أي وبعد ذلك سوف أقوم بالضغط على Next Step. وهنا سوف أقوم ب Generating Information، سوف أقوم بإدخال معلوماتي الشخصية، البلد التي قاطن فيه، وبعد ذلك سوف أقوم بالضغط على Next Step. Education، هنا سوف أقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالبكالوريوس أو Equivalent يعني المجال الذي قمت بدراسته يعني السنة كذلك. هنا سوف تقوم بإدخال معلوماتك. Have you ever been registered in French? No. بالنسبة إلي إذا كنت currently course student، إذا كنت تدرس حاليا يمكنك إدخال المعلومات، إذا لم تكن سوف تقوم باختيار No Study. وكذلك Previous Courses سوف تختار No Study أو In a Foreigner Institute وإدخال المعلومات الخاصة بك. هنا سوف تقوم باختيار حسب اختيارك Yes or No. سوف تقوم بقراءة الأسئلة والإجابة عليها. بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على Next Step. وهنا خاصة بفترات التدريب، إذا كنت قد قمت بفترات التدريب سوف تقوم بكتابته فهي اختيارية ليست إلزامية. إذا لم يكن لديك لم تكن قمت بفترات التدريب سوف تقوم بالضغط على Next Step. وكذلك بالنسبة لخبرات العمل، إذا كنت قمت بعمل ما سوف تقوم بكتابة المعلومات، إذا لم تقم بالعمل سوف تقوم بعدها الضغط على Next Step. هنا في languages سوف تقوم بملء هذه الخانات. بالنسبة للnative languages لغة الأم فقط أعطينك اثنان اختياران الإنجليزية أو الفرنسية، سوف أختار others. native English تانك ثانية أي لغة إنجليزية أو الفرنسية إذا لم يكن تختار other. هنا French languages هل لديك اللغة الإنجليزية beginner يعني مبتدئ متوسط، سوف تختار على حسب اختيارك. هنا سوف تقوم بملء جميع فراغات. هنا فور جيمز هنا يقول لك هل حصلت على منحة من قبل من طرف هذه الجامعة، سوف تقوم باختيار نو. هنا هاو ديد يو هير يعني من اين عرفت على هذه المنحة، سوف انا خسرت بانني عرفت على هذه المنحة من طرف صديق. بعد ذلك سوف اقوم بالضغط على وهنا خاصة بالريفرنس، سوف تقوم باختيار بإدخال اثنان من الخطابات التوصية من الأشخاص الذين يقومون بالتوصية من أجلك، ومن المستحب أن يكونون أساتذة أكاديميين. هنا سوف تقوم بكتابة اسمائهم وكذلك الإيميل الخاصة بهم، بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على ميت ريفرنس لإرسالهم، بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على Next Step. وهنا سوف تقوم بإرفاق جميع الملفات المطلوبة كخطابات التوصية والسيرة الذاتية وكذلك الكورسات التي قمت بها والدرجات المؤهلة الخاصة بك والشواهد، سوف تقوم بإدخال هنا في هذه الخانات. مثلا هنا سوف تقوم بإرفاقها هنا، وبعد ذلك بعد الانتهاء سوف تقوم بالضغط على Next Step. وهنا فهي آخر خانة سوف نقوم بالضغط على Validate My Application. بعد الضغط على Validate Application سوف تكون قد قدمت على هذه المنحة، فهي طريقة سهلة للتقديم ليست صعبة. إذا كان لديكم تريدون التقديم على منح أخرى سوف تجدونها جميع الفيديوهات أو منحات التي تريدون اختيارها هنا
كمنحة حكومية من كوريا أو منحة تدريب حكومية من النمسا. إذا كان لديكم أي سؤال سوف تجدون الإيميل الخاص بنا في صندوق الوصف، وكذلك سوف تجدون رابط التقديم على هذه المنحة في صندوق الوصف. وشكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.